مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم حلقه قرقيب الناب، حلقه خاصه وخارج بلاطو انفاس، غنديروها في كافي تياترو مع الفنان الكوميدي جواد الخوضي. جواد مرحبا بك. الف الف مرحبا بكم انتما في تياترو البوبليك ديال انفاس ولي جورناليست زوينين، الف مرحبا. فين غبرتي علينا السي جواد؟ انا عرفتكم توحشتوني، انا جبتكم عندي بكل تواضع. كيفاش جات الفكره ديال كافي تياترو؟ الكافي تياترو هو بغينا نصوبوا ان اسباس بريفي، واحد الصال ديال لي زيفينمون ولكن بريفي، ما تكونش تابعه للقطاع العام. داكشي علاش جاتنا الفكره ديال ان نصوبوا هذا الكافي تياترو اللي سميناها تياترو. درتوا لها اسبوع ولا باقي؟ درنا لها اسبوع تمول وذبحنا عليها. جواد الخوضي ود حي محمدي، الحي اصلا ود كاريان سنترال، مشرفين. بارك فيك. كيفاش بدات البدايه ديال جواد الخوضي؟ البدايه الفنيه ديالي بديت في المدرسه، كيف ما كيبداو واحد المجموعه كبيره ديال لي زارتيست، ما كانتش ديك الساعه على انستغرام، كان الانستغرام ديالنا واعد العرش المدرسه، فهمتي؟ الو بدينا كنديروا شويه لي سبيكتاكل في ليكول، ومن بعد بشويه بشويه وصلنا لليسي، خدمنا دي بياس تياترال في الليسي، ومن جات الفكره ديال المعهد، ومن بعد المعهد جات الفكره ديال العالم الاحتراف. ولكن قالوا لي يعني في واحد الفتره خرجتي خارج المغرب. زعما سكنت خارج المغرب؟ لا لا لا، هادو مجرد هضره كنسمعها بزاف. انا خرجت بزاف خارج المغرب، ولكن درنا عروض وقيله في اوروبا كامله، ولكن عمري ما سكنت خارج المغرب، كنمشي وكنعاود نرجع للمغرب. انا دائما مقيم في ما كتسخاش بالبلاد. دائما مقيم في المغرب بيان سور، بلادنا. انا بعدا تيعجبني المغرب. قالوا لي واحد النهار مشيتي للبحر، المهم عاود لينا كيفاش. كذبوا عليك، ماشي واحد النهار، كنا بزاف. ماشي نهار واحد، صغيرين حنا بحكم ان عين السبع كان قريب الحي المحمدي، كانوا باقي راه باقي. الوغ كنا ملي كنا صغار كنا كنمشيو للبحر، ولكن والدينا كانوا كيخافوا علينا اننا نجيو للبحر حنا صغار. صور عندك واحد 10 سنين ولا 12 عام، فكنا كنجيو كندوزو لا جورني ديالنا فرحانين بخير، كنتشربطو كنعومو بخير، ولكن ملي كنوصلنا على 5 العشية كتجينا ديك الخلعه، كنتي ناري اش غنقول لبا، ناري اش غنقول لامي، كنرجعو خصنا ندوزو شي عوينه في الطريق نغسلو فيها، فهمتي؟ في اما في الحي المحمدي اولا في شي ضايا وسط السكه، باش ما يشموش فيكم ديك ريحه الملح. لا ما غنجيتي يشمونا، كاين الحزون. عندهم ديزاباري هما في لا لونغ، فهمتي؟ كتلحس كيعرفوك واش كنتي في البحر ولا لا. صافي وكنطلبوا يا ربي اخر مره ما بقيناش غنعاودوا، ولكن ملي كدوز هذاك النهار غير الثاني في الصباح كتلقى ولا الدرب غادي للبحر ما كتحسش براسك، كتلقى راسك ثاني جاي العين السبع. وجواد الخوضي يعني كنشوفوك مثلا في المسرح اكثر من التلفازه. عزيز عليا المسرح، احبه حتى دابا. باقي كنفكر انني ندير المسرح، التلفازه كتخلعني بزاف، حيت التلفازه فيها شويه لو ريسك انك تكون طلع باس، حيت ما كتحكمش في الادوات التلفازه. لو انني تعطاتني فرصه انني انا نكتب هذاك الشيء اللي غندير في التلفازه كنت غنكون زعما محظوظ وكنت غنكون زوين. دابا كنفكر انني نشتغل في السينما ان شاء الله. دابا التلفازه كتخاف من المقص؟ بزاف. لا لا، من غير المقص، شي المقص ماشي مشكل، تخاف انك تكون تاكلك باسل ما طلعش زوين، حيت بارفو تيكونوا دي سيناريو ما زوينينش، بارفو اخراج ما زوينش، بارفو شي حاجه اللي انت ما كتحكمش فيها. في المسرح انا كنتحكم في الديتاي، انا كنكتب التيك، انا كنوقف على شكون غيدير لي الاخراج ديالو، كنوقف على الممثلين، على الكوستيم ديالو، فكنتحكم في المساله بشكل عام، دونك النتيجه كتكون زوينه. شكون الكوميدي من الشباب اللي كيقنع دابا جواد الخوضي؟ بزاف، الا قلتي شويه غنتخاصم مع بزاف، فهمتي؟ بزاف لي جون دابا لي زوينين وغاديين بطريقه زوينه. وحنا اليوم جي انا اسمح لي قطعتك، هو ان دابا هاد لي كوميديان اللي كاينين، فماشي مهم انك تكون زوين دابا، المهم هو انك تبقى زوين وتبقى عند الذاكره ديال المغاربه، حيت المغاربه ما كينساوش انك تكون زوين وتبقى زوين، تحافظ على انك زوين واخا ما تبانش بزاف. المهم هو ان ملي تكون شي حد كيقول فيه رايه فيك بصراحه، يقول لك اودي راك غزال ما تبسالش. كما قلنا جينا في واحد اليوم زوين، يعني اليوم كاين واحد سبيكتاكل ديال واحد الكوميدي اللي هو توا صديق ديالنا زهير زائل، تحيه ليه من هذا المنبر. يعني كيفاش جات الفكره ديال لي سبيكتاكل؟ هو هاد لاصال هادي مفتوحه لجميع لي زارتيست اللي كاينين في المغرب. لي زارتيست بمعنى الكلمه تنقولوا ارتيست، يعني خصك تكون فنان عندك دي كاليتي، فمرحبا هاد لاصال ديالك. حنا بدينا اليوم بالسبيكتاكل ديال زهير،
من بعد في اقرب وقت غيكون معنا ان شاء الله على حساب واحد دردشه خفيفه دازت مع يسار، وانه غيكون معنا يسار ان شاء الله، ومن بعد غيكونوا معنا دي زارتيست اخرين اللي كبار بطبيعه الحال. يعني ما نقدروش نشوف مواهب، يعني ما نبقاوش نحصروا غير عن يعني النجوم المهم عندي يكون ارتيست، ماشي المهم يكون معروف ولا ماشي معروف، هو انه يكون عنده لا كاليتي، يكون زوين، يعني يكون سكيتش ديالو اما غير سكيتش اولا تيغني اولا كيدير لا دانس اولا كيدير الشعر اولا غير يكون زوين ومميز وعنده شي حاجه اللي يقدر يعطيها لهاد لي جون، حيت فهاد البوبليك ديالنا حنا اللي بغينا نصوبوه لهاد البلاصه اللي حنا كنربيو فيه والحمد لله بدا كيتربى لينا بشويه بشويه، هو واحد البوبليك ديال لي جون، فلي جون دابا ما بقاوش كيصبروا على الرداء، خصك تعطي شي حاجه دو كاليد. واش الفكره ديال كافي تياتر واش كانت كتراود جواد الخاودي من شحال هادي ولا اتا فقتي قلتي غندير كافي تياتر؟ لا لا هي 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 الفكره كنا كنحلموا ان يكون عندنا تياتر ديالنا ماشي كافي، ومن بعد ملي العالم بدا كيعرف الانواع ديال الانشطه لان الناس بدات كتهرب بالمسرح بداك الشكل الكلاسيكي ديالو بما ان الانترنت دابا هي اللي ولات طاغيه، فالبوبليك بدا كيهرب من الانترنت، حنا خممنا حنا نقربوا لهم المسرح، هذا مسرح القرب، انه واحد المسرح اللي ممكن انك تجي تشرب قهوه او لا تلعب البيار او لا تاكل جون سي با ساندويتش ولا ان بلا، ومن تو تشوف ان سبيكتاكل دلا دانس ولا دل الموسيقى ولا ديال التياتر ولا جون سي با اي حاجه، اي فنون العرض بواحد الشكل عام اللي ممكن تعرض في اون سال دو سبيكتاكل اللي هو التياتر، كيف ما ممكن تعرض في واحد في الشارع مثلا، فحنا كنحتضنوها وكنجيبوها لهذا الفضاء، كونديسيون انه يكون ان تروك لي غزال زوين كيستاهل اننا نشوف. الجديد ديال جواد الخوضي في الميدان الفني اما في التلفازه ولا في المسرح كاين شي جديد؟ ففي المسرح حنا كنشتغلوا انا والصديق ديالي طريق خالدي سكينه درابيل واحد الشرقي ودي زارتيست اخرين على واحد التكست ديال واحد المسرحيه اللي غادي نبداو خدامين فيها ان شاء الله في القريب، ومن طون كنفكر بواحد بشكل جدي في انتاج ديال واحد الفيلم السينما ان شاء الله اللي غيكون من الانتاج ديالي التاليف ديالي والانتاج ديالي. نقدروا نشوفوا جواد الخوضي ان شاء الله تو شي نهار مرشح مع شي حزب كما لاله فاطمه خير؟ نهائيا ما يمكنش انني نكون مرشح مع ماشي حزب، لان هذيك اللعبه انا ما كنتقنهاش وما كنفهم فيها حتى شي حاجه. كي جاتك يعني الترشح ديال لاله فاطمه خير يتلجوا الصدر؟ فاطمه عندها كاريزما وقادره على انها تكون تتمثل السكينه ديال الدار البيضاء سطات. الدار البيضاء سطات هذيك نقدروا نشوفوا شي عمل مسرحي لنا في الكافي، يعني ماشي سبيكتاكل، عمل مسرحي. اكيد اكيد حنا غنلعبوا بغطات في اقرب فرصه ان شاء الله، غادي نلعبوا سبيكتاكل ديالنا هنايا ان شاء الله. جواد الخوضي اللي تلاقى مع وزير الثقافه اللي كاين دابا اشنو غيطلب منه ولا اشنو غيقول ليه؟ نقول لا باس بخير كيداير صافي تسلم تسلم السلام. لا شي حاجه في الميدان الفني، يعني ماشي غتطلب راسك، يعني تقدر تطلب العموم، يعني الفنانه الفن بصفه خاصه. ابا كنتمنى ان زعما يخدموا الى كان ضروري خصني نطلبوا على شي حاجه نقول يا ودي كنتمنى انكم تخدموا من نيتكم، فاذا كانت النيه عند الوزير ولا اي وزير ماشي غير بالنسبه لوزاره الثقافه والاتصال، اذا كانت واحد النيه ديال انه يحسن وجهه ولا الو اذا كانت النيه غتكون غيكونوا ايجابيه. اذا كانت النيه اهم حاجه هي النيه. وين اسمع الحياه. قول لي انا شفت درت في كافي تياتر عجبني الديكور، موتور معلق، بوطه معلق، يعني عجبني الديكور، شكون المصمم ديال الديكور ديال كافي تياتر؟ واحد ولد الحرام. لا لا حاجه كنصوروا الحاجه خليها في المونتاج. تحيه للحاجه. اخر كلمه للجمهور ديال جواد الخوضي. نقول لهم انا كنحبكم وكنتمنى انني ما نغلطش معكم في المستقبل ان شاء الله، ونكون دائما خفيف ظرف. وكلمه للانفاس. الله يرضي عليكم وانفاس هاي انفاس، الله يرضي عليكم، الله يقوي من مثالكم، ومرحبا بكم هذا لوكال هذا راه ديالكم. كنتمنى انكم تكونوا معنا في مجموعه كبيره ديال لي زيفينمون. ميرسي. مشاهدين انفاس تي في كما العاده قرقبنا الناب وهاد الخطره مع الفنان جواد الخوضي ومازال فنان اخرين داخل البلاطو وخارج البلاطو بكل التواضع.